السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفرحانين. النهاردة الفيديو هيبقى عن احسن انواع سكراب انا استخدمتها في اخر كام شهر فاتوا دول، وهقول لكم مميزاتهم ايه وانا حبيتهم ليه وخليتني معاهم الفترة دي وما غيرتش اي حاجة تانية. لو مهتمة شوفي معايا الفيديو هتستفادي كتير والله. في الاول كده واحنا في اولها، اول ما بتشوفي الفيديو لو كنت بتحبيني اعملي اللايك على طول، واعملي سبسكرايب للقناة عشان اي فيديو اعمله يجيلكو على طول بعد ما تدوسي على الجرس الصغير، واعملي شير لاصحابك عشان يستفيدوا معاكي لو الفيديو كان عاجبك. النهاردة هنتكلم عن السكراب بتاع البشرة، او ان انت تعملي الصنفرة بتاعة البشرة وتحافظي على بشرتك بالموضوع ده. الخطوة ديت مهمة جدا في عجالة كده هفهمكم الموضوع، اكيد طبعا كلكم عارفينه بس اللي مش عارف اهمية الموضوع ده. الصنفرة ديت او ان انت تعملي السكراب لبشرتك، ده اللي بيخلي البشرة مؤهلة ان هي تستقبل المرطب بطريقة كويسة، ده اللي بيخلي البشرة في الميك اب ما تبقاش كيكي ومجيرة وتحس ان في قشور وكلام من ده، وبيبوظ ساعات الميك اب وبيبوظ حتى لو انت عامله نو ميك اب ميك اب ونازله كده وعامله حاجات بسيطه برضو بتبان الصبح القشور وبتبان الحاجات دي. تالت حاجه ان السكراب دوت لما انت بتعمليه اللي بيستفاد على طول الجلد بتاعك، بقى مش بتحس ان السيرم اللي حطيتيه او المرطب او الهيرونيك بقى او اي حاجه، تلاقي ان القشور دي اتعملت حاجز لما بتتراكم. القشور دي بتبقى في وشنا وبتبقى في الجسم كمان، فالسكراب مهم للجسم وللوش. ودلوقتي طبعا في حته التقشير الكيميائي والادويه اللي بتعمل الحاجات دي، وانا هي بتبقى غاليه، ادويه بتبقى او كريمات بتبقى غاليه، بس في حاجات منها سمعت عن كام كريم كده منهم واحد رخيص واتعمل عنه ريفيوهات ان هو عمل فكر حلو. انا عايزه ابقى اجربه بس انا بخاف من الحاجات دي، وانا عن نفسي تقليدية كده في المواضيع دي، بنقي الحاجة اللي تبقى مريحة وتعجبني واحس ان هي مريحاني. انا اصلا بحب قوي السكراب بتاع القهوة بتاع البن، وعملنا لكم فيديو عن الحاجات الطبيعية اللي ممكن تستخدميها لبشرتك تعملي بقى عناية للبشرة، هسيبه لكم برضو في الديسكريبشن بوكس. كده انا قلت لكم بسرعة فكرة السكراب مهم ليه، سواء للجسم او للبشرة. وخلي بالكم في الجسم الكعب الكوع الركب جلد الوزة اللي بيتعمل دوت، كل ده بيبقى من حتة ان احنا مش بنهتم او بنسيب بشرتنا، او زي ما احنا في الشتاء وانا كمان بيحصل معايا كده بهمل شوية السكراب بتاع الجسم، مش ببقى مش مواظبة عليه قوي قوي، فده بيعمل مشاكل كتير وبيدخلنا في متاهات تانية. اقول لك بقى دلوقتي يا ستي ايه اللي انا عجبني في الحاجات بتاعه السكراب الفتره اللي فاتت، ارخص حاجات واحلى حاجات. انا عشان ما توهكوش واعمل زي ساعات ما بيتعمل واجيب لكم كتير وكده، انا مش هتكلم مبدئيا، انا جربت دول بس مش هتكلم عليهم، اللي هي الغسولات المقشره جونسون بقى وايفا مثلا وجنيه، كنت جربت المقشر بتاعه اللي هو حبيبات صغيره، الحاجات دي ماشي لطيفه. بس انا بقول لكم الفكره النهارده ان انا جايبه لكم حاجات رخيصه وطعمه حلوه. اول حاجه فيها وهو تقريبا السكراب الشعبي للشعب المصري، وتقريبا انا يمكن اكون متاخره جدا في ان انا استخدمت مره زمان منه وما كنتش فاهماه، وجربته دلوقتي والله انا عجبني جدا، اللي هو يا حبايبي يا حلوين ستاركي. السكراب ده جميل قوي قوي قوي. في ايه بقى؟ اولا هو عباره عن السكرابات اللي من النوع دوت بتبقى عباره عن كريم وفيه كده حبيبات زي ما انتم شايفين جوه، معلش دوت انا متاخد منه ياما، كريم ده اللي هو بالخيار فيه حبيبات. ستاركي بقى الفكره بتاعته ان حبيباته خشنه شويه، فانا في رايي ان هو هينفعك لوشك لو انت حذره وشطوره ومش بتستخدمي بقى لان انا اول مره انا ما كنتش اعرف ان هو الحبيبات بتاعته بيتشي شويه، احس ان هي خشنه حبيبه كده، تحس ان هي مش مدوره وصغننه لا فجيت اعمل فحسيت ان هو عمل لي خط كده. انا طبعا ما خدتش في بالي، استخدمته بقى عرفت له بقى، بقيت استخدمه بالراحه. انا حاسه ان هو من نوع اللي لو استخدمتيه بالراحه كده في وشك هيسيب وشك مترطب. اولا هو بحس بعديه انا وشي مش بينشف بعد ستاركي خالص، بحس ان وشي مترطب بعديه وناعم بيقوم بالغرض معايا. انواعه
كتير كتير، في حاجات منه كتير. انا جربت اللي بالخيار، وبقول لكم مره جربت زمان كان اللي بالترمس كان ممتاز برضو، وجربت اللي بالفحم. مش عارفه في ناس بتحس تقريبا ان اللي بالفحم دوت يعني ايه طف شويه على البشره او كده، بس انا عجبته وريحته مش فظيعه، ريحته حلوه قوي. انا بالنسبه لي من النوع اللي بحب الحاجات اللي احطها على وشي ابقى متقبله الريحه بتاعتها، فده جميل جدا. الحبيبات اللي فيه حلوه، هينفعك لبشرتك لو انت تعاملتي بالراحه بيه، وهينفعك لايديكي للكوع للجسم. ليه بقى؟ لان دوت يا حبايبي ب 10 جنيه وفي اماكن بتبيعه، بصوا حتى لسه مكتوب عليه الورقه ب 12 جنيه، انا كنت جايباه ب 12 جنيه وبيتباع ب 10 جنيه، متوفر في كل حته ممكن تتخيليها. اي حد عنده حاجات الجسم والشامبوهات والحاجات ديت هتلاقوه، انواعه كتير، في بالمشمش، في اللي هو بالذهب، وفي اللي هو حاجات كتير انا مش هقعد اعدلكم. بس بصراحه السكراب ده عجبني في ايه؟ بيسيب البشره مترطبه، معرفش بقى لو البشره الدهنيه هتعجب بيه ولا لا، بس هو بالنسبه للجافه والعاديه او البشره الحساسه لو عملتي بالراحه لوشك جميل جدا. انا لو في يوم حاطه ميك اب ياما، وانا بستخدم السكراب مرتين في الاسبوع كده بالكتير، ما بزودش عن كده. فانا شايفه ان هو حلو جدا بالنسبه لسعره، لطيف قوي قوي قوي. وفي يعني بالنسبه لي انا هرتبهم لكم كده من الارخص للاغلى، وفي الاخر هقول لكم بالنسبه لي بالترتيب بتاعهم اللي انا حبيته فيهم. تاني حاجه اللي هو برضو عجبني وحسيت ان هو بالنسبه لسعره حلو جدا وكميته، ده 300 جرام. بعديه كان بوبانا، جربت بوبانا وكان سمعت عنه، ونزل بقى حاجات كتيره ومستات ومش عارفه بقى لوشن وكلام من دوت، وايه قلت اجرب الاول. جبت ده اللي هو بالذهب، وانا موضوع اللي بالذهب دوت طبعا اختراع فاشل بالنسبه لي، مش عارفه، انا يوميها كنت في الصيدليه ما لقيتش غيره فجبته وجربته. ريحته بالنسبه لي مش احلى حاجه، ما بحبش الريحه دي. ده لذيذ لطيف لو انت بشرتك حساسه او بشرتك جافه مش هيضايقك. ما يعني ما حسيتوش قوي قد ده. لو انت هتجيبي بوبانا هاتي اللي بالقهوه، اللي بالقهوه جميل. اولا ريحته جميله جدا، ريحته عامله زي ريحه النسكافيه كده او حاجه. ثانيا الحبيبات بتاعته منطقيه وحلوه، بيسيب وشك برده مش ناشف، مش هينشف وشك قوي لو انت بشرتك برده جافه حساسه، البشره الدهنيه، حاسه ان هو مناسب لجميع البشرات وحلو حلو حلو، عجبني. وسعره كام؟ 28 جنيه تقريبا او 25 جنيه، ساعات بيبقى عليها وجود. يعني انا لما جبت دي كان عليها كريم بوبانا عبوه كده صغيره، وكان مش عارفه 25 او 28. فبالنسبه لي 300 جرام بالشكل ده وبالحجم دوت، وممكن تستخدميه طبعا لايديكي والاماكن الخشنه، بس هو بص يعني كحبيبات بتاعته مش هيبقى للجسم قوي، زي ما انا شايفه ان ده ممكن للجسم يعني يبقى ايه لطيف. اللي بالقهوه هو الاحلى، هو اللي عجبني في بوبانا، ما جربتش غير الاثنين دول، وبنصحك باللي بالقهوه، وجيبوه هاتوه هيعجبكم على ضمانتي. اخر نوع بقى اللي هو المفروض اللي انا شايفاه بديل لكذا حاجه تانية، منهم مثلا دوف اللي هو السكراب بتاع دوف اللي ب 300 جنيه، منهم سانت ايفز اللي معروف وطبعا عامل ضجه كبيره، منهم ايه كمان؟ في برضو نوع اسمه فليكاوي تقريبا برضو ب 295، انواع غاليه كده وحاجات خزعبليه. اللي انا حاسه ان هو ممكن يكون البديل الاحلى ليهم اللي هو بايولوكس اهو اللي بالذهب، انا جبته في منه اربع الوان او اربع انواع تانيين. عايزه اقول لكم ان هو حبيباته ناعمه ورقيقه جدا على البشره، ما تحسيش ان انت بتعملي سكراب يعني في اي حال من الاحوال محتاجه انك تبقي مثلا حذره او حاجه، لا جميل جدا للجسم طبعا، ما ينفعش للجسم. بوبانا ما ينفعش للجسم، هو ستاركي بس اللي ممكن ينفع للجسم، وتهضري فيه براحتك لانه هو رخيص. ده المفروض ان هو بيتعمل عليه عرض، هو 300 جرام عليهم 200 كمان يبقى 500 جرام 500 ب 65 او ب 75 حاجه كده. موجود برده في الصيدليات، موجود منه انواع، موجود على سوق، موجود عند محلات الكوزماتيك، هتلاقيه منتشر. وشايفه ان هو بصراحه منطقي جدا، يعني ده انا ليه اجيب حاجه ب 300 جنيه واجيب حاجه ب 200 وانا عندي راي شخصي، السكراب في الاول وفي الاخر عشان نقشر بشرتنا وعشان نخلي الخلايا تتجدد والكلام اللطيف ده. يبقى مش شرط ما دام حاجه مريحانه وحلوه مش احسن من القهوه؟
يعني انا عندي مثلا ده احسن من ان انا هعمل فنجان القهوه واشربه وادخل واحط البن واحط له نقطه. لو انا مكسله هجيب ده واعمل بيه. فهمتوني قصدي ايه يا حلوين؟ فانا جبت لكم كده الثلاث انواع اللي هم يعني لو انت عايزه حاجه تكوني تقولي لا انا عايزه حاجه كده في اللطيف وفي المحترم وما تصرفيش كتير فهو ده. انا شايفه ان ده جميل جدا. لو انت عايزه حاجه عايزه تبقي عمليه جدا فانا شايفه ده في الوسط. عايزه تبقي عمليه وقروبة اكتر عندك ده ستارك. صراحه انواعه كتير وهتلاقي اللي يفيدك وهتلاقي فيه الحاجه المناسبه ليكي والريحه المناسبه ليكي. جميل جدا. مش عايزه اتكلم اكتر من كده عشان ما ابقاش طولت عليكم. بالنسبه لي انا ستاركي وبعدين ده وبعدين موبانا. الثلاثه عمليين جدا اسعارهم لطيفه جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك والشير والسبسكرايب وادعميني برايك واكتبي لي اي كومنت. انا بفرح في الكومنتات بتاعتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.